Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى موضوع رائع جدا. الكثير من الناس يقولون نريدك أن تعتبرنا من البداية، من الصفر، لا نفقه شيء، لا نعلم شيء في اللغة الإنجليزية. كيف أبدأ أتحدث اللغة الإنجليزية؟ كيف أبدأ أتعلم اللغة الإنجليزية؟ ركز معي، هذا السؤال وهذا الموضوع يتكرر بشكل كبير جدا، سواء في التعليقات، سواء عندما أقابل ناس كثير في الحياة يسألوني نفس هذا السؤال. نريد أن نبدأ من البداية، نريد أن نتعلم اللغة الإنجليزية من البداية. الناس يبدأون معنا تدريس اللغة أو تعليم اللغة الإنجليزية وكأننا عندنا معلومات أساسية. يا أستاذ، لا تعتبر أننا نفهم شيء في اللغة الإنجليزية، ابدأ معنا من الصفر. صحيح؟ جميل. أنا سأضع في اعتباري فقط أنك تتعلم أو تعلمت الحروف الإنجليزية، أنا خلاص أنت عندك فقط الحروف الإنجليزية. من بعد الحروف الإنجليزية ماذا سوف تتعلم بعد الحروف الإنجليزية؟ ركز معي قدر الإمكان. أنت عشان تتعلم اللغة الإنجليزية محتاج تعرف كيف تتكون جملة. أنت تريد أن تتكلم إنجليزي، ما معنى الكلام الإنجليزي؟ الكلام الإنجليزي أنك أنت تبدأ تتكون جملة، تتكلم عن نفسك، تتكلم عن والدك، تتكلم عن أخوك، عن زوجتك، عن والدتك، عن أي شيء، عن منزلك، عن عملك، صح؟ تريد أن تتعلم اللغة الإنجليزية. يوجد لديك بعض الكلمات، أنا أفترض أن أنت عندك بعض الكلمات، الكلمات البسيطة، يعني مثل هو وهي ضمائر الفاعل هذه، ثم عندك بعض الكلمات العادية مثل سكول مدرسة، والت محفظة، مان رجل، ومن امرأة، بوي ولد، هاوس منزل، سن شمس، مون قمر، تايجر نمر، ليون اللي هو الأسد، فوكس ثعلب، يعني ساتردي، ساندي، ماندي، تيوزدي، وينزدي، يعني عندك ايام الاسبوع وعندك بعض الكلمات، يعني افترض ان انت هكذا، لانه اصلا عشان تتعلم مع درس اليوم لازم يكون عندك ضمائر الفاعل، هؤلاء اهم كلمات في اللغه الانجليزيه. واحد يقول لي طيب لا تطول الموضوع ولا تتوهنا، انا اريد ان اتعلم اللغه الانجليزيه من البدايه، ماذا يجب علي ان اعمل؟ ركز معي، هناك ثلاث نقاط. النقطه الاولى، لابد أن تعرف كيف تكون الجملة. لابد أن تعرف كيف تكون الجملة. واحد يسألني بعد كيف تتكون الجملة؟ الجملة تتكون من فاعل ثم يأتي فعل ثم مفعول به، سأشرح هذه النقطة. ثاني نقطة، يجب أن يكون عندك عدد من الكلمات ولو قليلة كما أخبرتك. ثالث حاجة، لابد أن يكون عندك معرفة تامة بأنواع الجمل الإنجليزية. وهذا الموضوع هو طويل شوية لكن سنضعه في آخر الدرس. الموضوع مهم جدا، أنواع الجمل الإنجليزية. لما بتتكلم إنجليزي أو تتحدث إنجليزي في نوع للجملة هو اللي يجعلك تعرف أنت مفروض تختار الجملة الفلانية والجملة الفلانية. طيب إذا ثلاث نقاط عيدهم بسرعة، لابد أن تعرف كيف تكون الجملة. تبدأ الجملة دائما بهذا الفاعل، يعني حبيت تتكلم عن نفسك تقول I، أنا I. تحب تتكلم عن أخوك، عن مديرك، المهم انه مذكر، شخص مذكر، هي وتعني هو. حاب تتكلم عن امراه، مديرتك، اختك، زوجتك، شي هي. حاب تتكلم عن دوله، عن موضوع، عن ما اكل، عن شراب، عن حيوان، عن المهم انه يا جماد يا حيوان تقول ات، تبدا الجمله تلعب تقول ات، وات هذه انت تقصد فيها مثلا موضوع الدوله. حاب تقول هي ما هي؟ يعني هذه إيه؟ تعود على الدولة، يعني واحد يقول لك كيف لندن؟ تقول والله هي جميلة، هي تقصد بها لندن، فتقول it is beautiful، والله يعني it هذه تعود على لندن. أين الفيل؟ تريد أن تقول هو الفيل، تقصد it is in the park، هو في الحديقة. it وأنت تقصد هو ضمير، يعني كل هذه أصلا ضمائر، يعني بدل ما تقول علي بتقول هي، بدل ما تقول ليلى بتقول شي، بدل ما تقول الفيل تقول ات، بدل ما تقول انت اللي هم يعني الشخص اللي امامك بتقول له يو، انت يو لكل شخص امامك. طيب اليو ليس معناته فقط انت وانتما وانتن وانتم، يعني اليو هذه لكل من كان امامك مفرد او جمع. الذي هم تعني هم، وهذه للعاقل وغير العاقل، يعني انا اول كنت بتكلم معاك على اخي فكنا نقول هي، او على اختي وكنا نقول شي، لكن لو اخي واختي اصبحوا جمع فنقول عليهم ذي. يعني انا حاب اقول لك وين عيالك؟ تقول لي هم في المدرسه،
They are at school. طيب حاب اسالك اين المفاتيح؟ تقول هم. هم تقصد انت بقى المفاتيح. هم على الطاوله. They are on the table. اما الوي فانت بتتكلم عن نفسك وعن من معك، يعني بالنيابه عنهم. انت كنت بتتكلم عن نفسك فقط تقول اي، لكن انا واخي، انا واختي، انا وعائلتي، فتقول وي نحن سعداء، نحن مستائين، نحن اغنياء. طيب جميل جدا. انا اعيد مره ثانيه، تكوين الجمل ويعني ادراكك تعلم اللغه الانجليزيه يعتمد على ثلاث نقاط. كيف تكون الجمله؟ تبدا الجمله بفاعل، ثم ياتي الفعل كما ساشرح لك، ثم المفعول به، ولازم يكون عندك كلمات. والنقطة الثالثة كما أخبرتك تعرف أنواع الجمل. النقطة الأولى والنقطة الثانية مرتبطة مع بعض، اللي هو كيف تكون جملة. يعني مثلا هنا أنا أحب أقول أنا 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 طويل، أو أنا غني. I am rich، أنا غني. تمام. هنا تقول هو تأتي مع is، she تأتي مع is، it تأتي مع is. واحد يقول يعني مش فاهم أنت تشرح إيش. مش احنا اخذنا الفاعل هذا I وحفظت انت انه معناتها انا، وهي هو، وشي هي، وات هو او هي الغير العاقل للجماد والحيوان، ويو انت او انتم، وذي هم، ووي نحن. مش انت حفظتها؟ هذا اين تضعهم؟ تضعهم في اول الجملة. جميل جدا. النقطة الثانية اللي اريدك ان تحفظها، احفظ لي ان الاي اتي مع ام. I am، انا اكون. He is، هو يكون. She is، هي تكون. It is، هو او هي، الجماد هذا او الدولة هذه تكون. الات تعني هو او هي للجماد او الحيوان، تقصد بها الدولة او الحيوان. هو يكون. جيد. اليو تأتي مع الار وتعني انت او انتم، والذي تأتي مع الار، والوي تأتي مع الار. واحد يقول لي الحين الان حبة حبة علي. انت الان بتعلمني كيف ان انا اتعلم اللغة الانجليزية بعد الحروف. صحيح. جميل جميل. الان انت فهمني يا استاذ مراد، علمتني ضمائر الفاعل هذه. نعم انا حفظتها. اي انا، هي هو، شي هي، ات هو، هو او هي غير عاقل، يو انت، ذي هم، وي نحن، حفظناها. شويه دخلت لنا موضوع الام والاز وار. هذا ايش هذا؟ هذه لازم تتعود عليها، انه الاي عندما تقول اي ام، انا اكون. طيب ايش فائدتها؟ هي تكوين الجمله. مش انت تتذكر النقطه الثالثه، مش انا كلمتك انه الجمله تتكون من فاعل، فعل مفعول به. والنقطة الثالثة قلت لك لابد انك تعرف انواع الجملة. هذا احد انواع الجملة. هذا النوع شو طيب؟ هذا النوع يسمى نوع الجمل الاسمية في المضارع. الجمل الاسمية في المضارع، يعني ايش الجمل الاسمية؟ جملة فيها اسم او صفة. ها يعني الحين زي هذه غني صفة. ايوه الجملة الاسمية هي جملة فيها اسم او صفة، يعني انا دكتور، هو مدرس، هي جميلة. يعني مدرس ودكتور وجميلة وطويلة وقصيرة وغني وفقير، هذه يسموها جمل اسمية، يعني فيها اسم او صفة فقط. ها يعني انت قصدك ما فيها فعل. نعم اللي فيها فعل تسمى جمل فعلية. طيب جميل اوكي. يعني هذا نوع. مش انا كلمتك، اعيد مرة اخرى، انه عشان تتعلم اللغة الانجليزية لازم تعرف انه كيف تتكون الجملة من فاعل، وهذا فعل يسمى فعل، ثم مفعول به. وكلمتك لازم تكون عندك مجموعة من الكلمات، وكلمتك إلا قلت تعرف انواع الجمل. هذا احد انواع الجمل، اللي هو الجمل الاسميه في المضارع. طيب اوكي اكمل وبعد كذا هنشرح نقاط اخرى. ايش معنى ام؟ انا اكون. وايش معنى از؟ هو يكون، هي تكون، ات از هو، هذا الجماد يكون، يو انت تكون، ذي ار هم يكونوا، وي ار نحن نكون. يعني نكون، يكون، اكون. اوكي جميل. هي از مثلا هذا غني وهذا بور فقير. She is smart، هي ذكية. خلاص جميل. smart ذكية. She is smart. واحد يقول لي لا ترجم لي حبة حبة. I أنا، am أكون، rich غني. He هو، is يكون، poor فقير. She هي، is تكون، smart ذكية. It هو أو هي، هذا الجماد أو الحيوان، is يكون مثلا good جيد. يعني انا بتكلم معاك على الجوال الموبايل، فاقول لك ات واقصد فيه الجوال. ات از جود، والات هذا قد تعود على الحيوان او على الدوله. بنتكلم على موضوع فاقول لك ما رايك فيه، فتقول لي ات از جود. يو ار انت، يو ار انت مثلا ستنجي، انت بخيل، يو ار ستنجي. ذي ار هم يكونوا، ذي ار مثلا تيشرز هم مدرسين. We are نحن نكون students، نحن طلاب. طيب
وي ار نحن نكون طلاب. انا ركز معايا ركز معايا اللي جالس اعلمك اياه انا، انك انت كانك من البدايه من بعد الحروف ما عندك اي اساسيات وحاب تتعلم اللغه الانجليزيه، ابدا باتقان الفاعل، اتقنه صح، افهمه صح. انت بأسمعك تقول لي هي ام ولا اي از ولا يو از ولا شي ار، لا لا لا، كل واحدة معاها ما يناسبها. دائما دائما يعني شي هي از شي از ات از اي ام يو ار ذي ار وي ار، وتتدرب عليها. كل ما تحتاجه انك انت تقوم بعمل مجموعة من الجمل. يعني انا الان هطلب منك انك انت تقول انا طويل. الان المفروض انك بعد تفهم الدرس هذا. انا طويل انا طويل. I am tall. يلا ركز معايا. انا قوي. ها انا بعطيك شوف شرح وعمل. انا قوي بسرعه strong. يعني بدل ما هتقول I am tall هتضع I am strong. انا في لندن. في ايش معنى كلمه في؟ في هي ان لندن. I am in London. طيب هو 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 سيء. هذا يعني أخي هذا سيء مش كويس. هو 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 هي هي لازم إز. ركز معي أنت متعود ما تقول إز، لازم تقول إز. هي إز باد. طيب أريدك أن تقول هو متزوج. هي إز ماريد. طيب أريدك أن تقول إنه هو هذا الشخص قصير. هذا الشخص قصير. He is short. حلو حلو. طيب أريدك أن تتكلم عن عنهم هم. يعني أنا الآن بسألك أقول لك وين أخوانك؟ فتريد أن تقول لي هم في باريس. ها كيف تقول هم في باريس؟ إيش ضمير الفاعل المناسب هنا؟ أحسنت. They are in باريس. طيب طبعا ان لندن ان تركي في تركيا خلاص تغيرها. قل يعني اريدك ان تقول هم اذكياء. ها هم اذكياء. They are smart. كما قلنا ها اذكياء فين جبتها انا؟ smart. طيب اريدك ان تقول هم سيئين. نفس اللي كنت اتكلم عليه. They are bad. هم جيدين. They are good. لا تستطيع أن تقول هنا They are good. طيب أنا بتكلم أنا وأنت على منزلك. أنا وأنت بتكلم على your house منزلك. فأنت تحب تقول لي هو كبير. هو تقصد به المنزل. هو كبير. ماذا استخدمت؟ ها؟ أنت بتقول لي هي للرجل. المنزل مش رجل. ولا تقول لي شي الشي للمرأة. الإت. It is big. إيه تقصد بها أنت البيت؟ إنه كبير. هو يكون كبير. عفوا. It is big. هو يكون كبير. أنت تقصد بها المنزل. طيب أنت تريد أن تقول هو جميل. ما هو؟ المنزل. It is beautiful. واللي يسألني أنا من فين أجيب هذه الكلمات؟ من فين أحصل على كلمة بيج؟ هناك فيديو أنا كتبت فيه 150 كلمة اللي هو 50 اسم 50 فعل 50 صفة. شاهد هذا الفيديو تسويه منه. طيب تريد أن تقول إنه بعيد. It is ها نعمل شرطة far. طيب أنت حاب تقول لشخص يعني أنا وأنت أنا الآن بتكلم معك. أنا أريد أكلمك أنت اللي أمامي. أريد أن أقول لك والله أنت طيب. أنت طيب. فإيش الفاعل اللي هتبدأ فيه الجملة؟ أنت يو. واحد يقول لي طيب ما أخذناها. طب هتتفاجأ لو قلت لك إنه كلمة طيب هي نفسها يو آر جود. لا جود أنت قلت جيد. ما هو شوف لازم تعمل في حسابك هذا الموضوع. جود معناتها جيد وطيب بالحلال وبالناس وكويس. وباد سيء ومش كويس ومش طيب وأي شيء صفة سيئة بتستخدمها على جود وباد. طيب انت طيار. انت طيار. ها كيف تقول هذه العباره؟ يو ار ا بايلوت او انتم طيارين.
You are pilots. لأن قلنا يعني أنت أو أنتم. You are pilots. أنت مؤدب. You are polite. طيب جميل. ركز معي. إحنا الآن بنعطيك جمل وأنت بتستطيع إنك تتدرب عليها. استخدمنا الآي والهي والشي والإت واليو. طيب الآن أنا أريدك أن تقول، بتكلم معك على والدتك أو على أختك أو مديرتك، وتريد أن تقول لي هي في الغرفة. كيف تقولها؟ هي في الغرفة. She is in the room. طيب. هي في السيارة. She is in the car. هي ها في المكتب. She is in the office. شوف، انت تتكلم عن بنت تبدا بشيء، تتكلم مع شخص امامك تبدا بيو، تتكلم على جماد او حيوان تبدا بايه، تتكلم على مجموعه جمع سواء للعاقل او غير عاقل تبدا بذي، تتكلم عن شخص هي، تتكلم عن نفسك تقول اي، اخر شيء معانا الوي. انت حاب تقول والله نحن مستائين، نحن مستائين، كيف تقول ذلك؟ وي. هقول إز؟ لا، أنا أخبرتك We are upset. نحن مستائين. نحن سعداء We are happy. نحن حزينين We are sad. إذا أنت الآن يلي طلبت مني إني أعلمك من بعد الحروف اللغة الإنجليزية، أول خطوة ماذا أتعلم؟ تتعلم الفاعل. ماذا أتعلم بعد الفاعل؟ تتعلم لك مجموعة من الكلمات، وبعد كده تعرف كيف تكون الجملة، فاعل فعل مفعول به. دائما الجملة تبدأ بالفاعل، هذا يسمى الفاعل. يعني ايش معنى الفاعل؟ الذي يقوم بالجملة، هو يا انا يا انت يا هو يا هي هم يا نحن، يعني اللي بيقوم بالجملة بالفعل. تمام، الذي يقوم بالفعل بالجملة هو يا انا يا انت يا هو يا هم يا نحن. طيب ثم تختار الفعل المساعد، ثم تأتي بصفة او اسم، هذا ضروري. طيب واحد يقول انا حابب اضع فعل، لا، هذا الفعل اذا اضفت بعد هذه الكلمات فعل هضيف الـ ING. وهنا نأتي للنقطة الثالثة اللي كلمتك عليها اللي تسمى أنواع الجمل. مش أنا أخبرتك إنك أنت المفروض إنك أنت تتعلم كيف تكون جملة وتأخذ مجموعة من الكلمات وكيف تعرف أنواع الجمل. أنواع الجمل أنا أنصحك إنك تشاهد هذا الفيديو. شوف الفيديو هذا أنا نزلته في قناتي اسمه أنواع الجمل. مهم جدا ورائع جدا. طب بس أنا هنزل جزء ثاني لهذا الموضوع أتكلم عن نفس النقطة. فتابع الجزء الثاني أو تابع الفيديو القديم. المهم انك انت الان فهمت الخطوه الاولى واللبنه الاولى وفين مكان انطلاقك. واحد يقول طب ايش المطلوب مني الان اعمل؟ المطلوب منك انك تاخذ هذه الجمل وتاخذ هذا ام از ار وشاهد الفيديو 150 كلمه وحاول انك انت تكون جمل من الكلمات اللي انا شرحتها في هذا الفيديو. مش حاب اطول فيديو اكثر من كذا، اتمنى لكم التوفيق والنجاح. جود لك، حظا فقط، ام سي سوركم قريبا، مع سلامه الله.